اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، سبحانه وتعالى من إله رحيم ورب غفور ودود، سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. أخبرنا في كتابه الكريم أنه يحب التوابين. نحمدك ربنا بجميع المحامد كلها، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، المبلغ عن ربه سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإني أحمد الله تعالى لي ولكم أن أحيانا لندرك هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر التوبة، شهر الرحمة والمغفرة، شهر العتق من النيران. نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم نعم الله تعالى علينا أن خلقنا واختارنا لعبادته، وفضلنا وكرمنا على سائر مخلوقاته، غمرنا بعفوه سبحانه وتعالى، وشملنا بعنايته، وأكرمنا بمحبته، وفتح لنا باب الرجوع إليه على ما بنا من ضعف وعجز وتقصير، وبدل سيئاتنا حسنات. ليس هذا وحسب، بل فرح بنا سبحانه وتعالى تائبين آيبين منيبين بين يديه عز وجل. أيها الأحبة الكرام، التوبة إلى الله، التوبة إلى الله، وما أدراك ما التوبة إلى الله تعالى؟ عرفها العلماء، ونحن نعرف هذا جيدا، أنها الإقلاع في الحال عن الذنوب والخطايا، وعدم الإصرار عليها، والندم الشديد والعزم الأكيد على عدم العود إليها، والتألم والتوجع مع كثرة الاستغفار والانغماس في الطاعات ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها، إلى غير ذلك مما تكلم فيه العلماء. ولعل التعريف الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله عن التوبة هو تعريف جامع شامل. يقول رحمه الله أن التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله تعالى، والدخول في كل ما يحبه الله تبارك وتعالى. بهذا التعريف الجامع الشامل، كأنه لخص الدين كله في مفهوم التوبة. لكن قبل هذا وذاك من التعريفات، التوبة أيها الأحبة هي لقاء العبد المحب لمحبوبه، لسيده وخالقه، هي لحظة القرب، لحظة الوصل والأنس بالله عز وجل. التوبة أيها الأحبة هي لحظة التلذذ بالانكسار والخضوع بين يدي الله الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ولنتأمل، كي نتأمل حقيقة التوبة أيها الأحبة، نتأمل قليلا من الذي أرادها لنا. إنه الله تبارك وتعالى، يريد الله أن يتوب عليكم،
ومن الذي أحبها لنا؟ إنه الحق سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين. ومن الذي هيأ لنا أسبابها وساقها إلينا ووفقنا إليها؟ إنه الله تبارك وتعالى. فلولا سابق محبته سبحانه وتعالى لعباده أزلا وعنايته بهم لما قبلهم على ما بهم من ذنوب وخطايا، ولا أبعدهم ولا تركهم لذنوبهم تهلكهم كما الأمم السابقة، لكنه سبحانه وتعالى لسابق محبته لهم ولواسع كرمه بهم وحلمه بهم قبلهم على ما بهم وفرح بهم. التوبة أيها الأحبة مقام عظيم، إن التوبة لعظم مقامها وشرف منزلتها هي أول مقامات السالكين لله رب العالمين، وغاية العارفين المقربين منه سبحانه وتعالى، فهي مقام عظيم مطلوب في كل حال، بل مستصحب في كل لحظة وفي كل المقامات. وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب رب العالمين وخير خلق الله أجمعين، يعلمنا ويأخذ بأيدينا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فيبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو المعصوم الذي لا ذنب له، الذي قال له ربه سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. لكنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا، واستغفاره صلى الله عليه وسلم ليس كاستغفارنا نحن، نحن الملوثين الملطخين بالذنوب والخطايا، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون له ذنب، إنما استغفاره من هذه اللحظة الفائتة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم في أمر مباح من أكل أو شراب أو يعينه على أداء مهام الرسالة، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم في شهود دائم لعظمة الحق وجلال الرب سبحانه وتعالى، فحشاه أن يغفل لحظة واحدة عن ربه عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إن للتوبة آثار عظيمة وفوائد جليلة يعرفها ويتذوق حلاوتها ذلك العبد التائب الخاضع الآيب إلى مولاه عز وجل. التوبة أيها الأحبة تطهر القلب وتضيء القلب وتغسله في نهر من الندم والدموع. التوبة أيها الأحبة تطمئن النفس وتجبر القاطر المكسور للعبد الضعيف بين يدي سيده وخالقه سبحانه وتعالى. التوبة أيها الأحبة كما عرفنا أنها يبدل الله بها السيئات إلى حسنات ويرفع بها الدرجات. التوبة أيها الأحبة بعد كل ذلك ومع كل ذلك يفرح بها الحق سبحانه وتعالى، يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. والله لو لم يكن من التوبة إلا أنها تفرح الله تعالى لكفى بها عزا وشرفا. يصور لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في فلا الجمل وعليه كل أسباب النجاة والحياة. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته فقد الأمل فيها.
فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح. قال من شدة الفرح عندما وجد النجاة وأسباب الحياة، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يحاول صلى الله عليه وسلم أن يقرب لنا المعنى العظيم لفرحة الحق سبحانه وتعالى بتوبة عباده، لأن عقولنا القاصرة وحواسنا المحدودة قد لا تستوعب هذا المعنى العظيم. فالله تبارك وتعالى يفرح بتوبتنا، لكن أيها الأحبة الكرام، كيف نقابل هذه المحبة من الله عز وجل؟ بل كيف نفهم، بل كيف نستوعب هذا الكرم العظيم الذي غمرنا به الحق تبارك وتعالى؟ فمهما فعلنا ومهما قدمنا، فإنه قليل 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 في جانب الحق سبحانه وتعالى. سبحانك ربنا، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما حمدناك حق حمدك، لكنك سبحانك وتعالى قبلتنا على ما كان منا من عجز وتقصير وضعف. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك. أيها الأحبة الكرام، قد يتثاقل أحدنا ويبطئ في الرجوع إلى الله عز وجل لكثرة رجوعه إلى الذنوب، يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع، فقد يجد صدودا. نقول له: لا، إياك، إياك أن تتراجع أيها المسلم، أيها التائب المحب. اعرف ربك سبحانه وتعالى، أحسن الظن به سبحانه وتعالى، فهو يقبل التوبة عن عبادي مهما كان منهم من مرات العود والرجوع. ها هو صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك المعنى، يقول في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم من غيركم يذنبون فيستغفرون أو فيغفر لهم. ويروي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل يقول: قال الله تعالى: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الرب تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. وقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد في الثالثة، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. قال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا هو الله تبارك وتعالى بمغفرته الواسعة ورحمته التي وسعت كل شيء وجميل عفوه، يقبلنا مرات ومرات. لكن حذاري أيها المسلم، حذاري أن يفتح لك ذلك الكرم وتلكم المحبة وهذا الفضل الواسع العظيم، حذاري أن يفتح لك ذلك كله بابا من الجرأة على الله عز وجل واستمراء المعصية والوقوع في الذنب. قد تضعف نفسك ويغلبك شيطانك في لحظة ضعف، ولربما عدت إلى الذنب، لكن عليك أن تسرع وأن تقبل على الله عز وجل مهما كان منك من ذنب، فإنه تبارك وتعالى هو الغفار: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. أيها الأحبة الكرام، لا نتعاظم أبدا ذنوبنا، لا نتعاظم ذنوبنا أمام عفو ربنا سبحانه وتعالى، فإن عفوه سبحانه وتعالى يستغرق الذنوب، فكيف حبه؟ وحبه سبحانه
يضيء القلوب فكيف وده؟ ووده يدهش العقول فكيف قربه؟ فكيف قربه سبحانه وتعالى؟ قربه يزيح الهموم ويجبر الخاطر المكسور للعبد الضعيف بين يدي مولاه عز وجل. فلا نتعاظم أبدا ذنوبنا أمام عفو ربنا سبحانه وتعالى. جاء رجل كما يروي الطبراني وغيره، جاء رجل شيخ كبير هرم يجر خطاه قد سقط حاجباه على عينيه، وقال يا رسول الله، رجل فجر وغدر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه، يشير لأنه كان أسرع إلى المعصية وأسبق إليها، لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه. لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم لأهلكتهم، فهل له من توبة؟ وقال له صلى الله عليه وسلم، هل أسلمت؟ قال، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وقال له صلى الله عليه وسلم، إن الله غافر لك ما كنت على ذلك، إن الله غافر لك ما كنت على ذلك ومبدل سيئاتك حسنات. وقال الرجل، يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ يقول له صلى الله عليه وسلم، وغدراتك وفجراتك. فيولي الرجل مهللا مكبرا الله أكبر الله أكبر حتى توارى من المسجد فرحا بما بشره به صلى الله عليه وسلم من توبة الله عز وجل به على ما كان منه. مهما كانت الذنوب، مهما عظمت الكبائر، ليس عليك أيها المسلم إلا أن تطرح قلبك، أن تقبل على الله تبارك وتعالى، وأن تطرح قلبك بين يديه منكسرا متذللا خاضعا محسن الظن بالله عز وجل، واثقا ثقة مطلقة أنه سبحانه وتعالى سيغفر لك على ما كان منك ولا يبالي، لأنه سبحانه وتعالى يحبك ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. ها هو الله تبارك وتعالى ينادينا من فوق سبع سماوات بأجمل وأعظم صفة أرادها فينا ونسبنا بها إليه سبحانه وتعالى، صفة العبودية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مبشرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح في كل لحظة وفي كل حين، المهم أن نقبل على الله تبارك وتعالى صادقين مخلصين. يقول صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي الرواية الأخرى، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. أيها الأحبة الكرام، مهما كانت ذنوبنا ومهما كانت عظائم ما فعلنا، فإن الله تبارك وتعالى يقبلنا لأنه هو الغفار، هو العزيز الغفار سبحانه وتعالى. رباه إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يدعوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أيها الأحبة الكرام، لنعلن في هذه اللحظة توبتنا إلى الله عز وجل ولنقبل عليه في هذه اللحظة من هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم المبارك، لنرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا
على أننا لا نعود إلى ذنب ولا إلى معصية أبدا. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. ربحينا سعدا وأمتنا شهدا، ولا تخالف بنا عن طريقات الهدى، يا من لا مثل له في الذات والصفات، اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما يأتي.